هيك مع بعض يلا. وين الشعرات؟ اشوفهم كيف مرتبين شعرات كل يوم. ليش مرتبين ومزبطين شعرات كل يوم؟ عشان في حفال حمد الخضري قال لنا زبطوا حالكم ولبسوا حلوه قوموا نظافه. اواعي المدرسه كيف كنتوا مخبيينهم؟ احكي لي. كنت مخبيهم بغزالتي. يعني اكثر شيء كنت محافظه عليه اواعي المدرسه؟ قديش كنت محافظه؟ قديش؟ 7 شهور. بعدين ندخل بالثامن. انت زيك وين راح؟ كيف كنت مخبيه؟ قصر. احنا من غزة زينا قصر. دارنا اتدمرت، هي واقفة بس اتدمرت كلها. طب انت عشان تروحي اليوم ايش عملتي؟ استلفت من صديق المريول، كان ارجع على ايام المدرسة.